شهير من إعصر قوي بدبي، شاهدوا المزيد من التفاصيل. هناك حفل لتوسيع الجوائز لصناع المحتوى من نيكولوديان، وتم اختيار عدة مترشحين لهذا الحفل راح يتنافسوا مع بعض للحصول على جائزة أفضل صانع محتوى. نمر إلى اليوتيوبر غيث مروان وسر الورع اللي تفاعلوا بمجموعة من الستوريات على الإنستغرام، حكوا إنه في إعصار بدبي والإعصار كتير قوي، ونبه اليوتيوبر غيث مروان الناس اللي عايشين بدبي ما يطلعوا من بيتهم. جايز العاصفة وصلتنا. او ماي جاد، شوفوا هاي. او ماي جاد، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستر الله يستر. جماعة الوضع ما بيطمن عن جد، اي حدا عايش في دبي يفوت حاليا لان في اعصار. اوكي، وشوف الشجر كيف احلى شيء انه الجو بيخدعك. اوكي، شوفوا غيم فبتحسوا على الجلال. شو جلال الجو؟ جو شتوي. جو شتوي يا جماعة، عواصف برا لدرجة انه انا ماني قادرة اخذ تاكسي على البيت، يعني ما في تاكسي عم بيوقف لي لروح على البيت. ترد لأهلي ما مبين شيء من الطريق، يعني عواصف رملية ما مبين شيء من الطريق، مش عارفة كيف بدي اروح على البيت. تمطر الدنيا وصير هيك اجواء شتاء وعواصف، احب انه طبعا انا طفيتها وشغلتها بس اشغلها مرة ثانية، انه اشغل الشمعة وبعرف ان انا حتى صار عندي حرق بالحائط.